من الأسباب التي يتوقى بها الإنسان من هذه الأوبئة ومن هذه الفيروسات أن يأخذ بنصائح الأطباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إذن ما ينصح به الأطباء من اجتناب أطعمة معينة أو من غسل بعض الأعضاء كاليدين أو ما شابه ذلك مما يذكرونه فيما يتعلق بكل فيروس ووباء بحسبه، فإن المسلم عليه أن يتخذ هذه الأسباب حتى يحفظ نفسه من هذه الأوبئة.